اهلا بكم بقناه الونجن جنوان بحلقه جديده من لعبه كلاش رويال. اليوم مثل ما طلبتوا بدنا نعمل تحدي الجوبلين كيج. بدنا نشوف شو بنقدر نوصل فيه، شو ممكن يصير معنا. ما بعرف، التحديات كبيره، بس مع بدايه الحلقه بدي اقول لكم مشان الحلقه الجايه بكلاش رويال يا جماعه، انا عندي بطاقات ماكس مثل مظاهر ومجموعه ثانيه بطاقات الماكس، هن هدول. شو بتنصحوني او شو بتختاروا؟ كل واحد تحط لي بتعليق شو بيختار البطاقه الجايه يلي انا بدي طورها بلعبه كلاش رويال. اكتبوا لي مشان اعرف الحلقه الجايه شو بدي اسوي. ومع بدايه تحديات وانا بلعب حاحكي شوي وقلكن اذا حابين انه او اول شيء قبل اذا حابين بدي منكن جميعا انه اذا حابين تشتركوا ب راح اخذ هاد والله بركي في شي بيكا او شي شغله، حابين تشتركوا ب والله هذا لانه الدراغون بيروحوا. اذا حابين تشتركوا بسحب على بطاقتين جوجل بلاي او اي تيونز لهي الحلقه، كل عليكم تسوي تشاهد المقطع من اوله لاخره ثانيه بثانيه، وتعمل لايك للمقطع وتعمل اشتراك فقط، ما في داعي تعمل اي شيء اكثر من هيك. وحسابك تبع اليوتيوب اللي شاهدت المقطع فيه من اول ثانيه لاخر ثانيه بيدخل بالسحب. طبعا يبدو انه بالمباراه الاولى ما طلع لنا البطاقه الجديده. طبعا انا البطاقه الجديده هي قدامكم، فتحت التحدي وبالتالي اول مره بحياتي العب فيها. هحاول جهدي اني ساوي شيء. هلا حاليا هحاول اضغط باقصى سرعه بما انه شايف انه في ثغره قانونيه 1540، وهذا هو البطاقه الجديده معنا. طبعا البطاقه الجديده هي عباره عن فعليا جوبلين كيج، يعني مثل قفص الجوبلين فيها وحش بقلبه. لما يخلص عداد بيطلع هذا الوحش وبركض، وهو فيري فاست، سريع، هو قوي. انا اللي بدي اعرفه بدي اجرب هالحلقه لاشوف هو قوي ولا لا، بس بدي اشوف انتو شو رايكم كمان. اكتبوا لي بالتعليقات قديش بتعطوا قوه لهذا الكرت. وبالوقت الحالي خليني ننزل هاد وحاول اضغط شوي. اوكي، هلا انا بتوقع انه اذا نزلت هذا الرام رايدر من الطرف الثاني حاعمل له ضغط كتير كبير، لانه ما بعرف شو بده يصد بهالحاله. ما بعرف شو بده يصد. اذا وضعه تعبان. Very good. ماشي. بتوقع انه الفوز الاول يا جماعة ماشي بشكل كتير منيح. طبعا بحب ذكر انه انا هلأ بالبث المباشر، والبث المباشر يلي هو على قناتنا twitch.tv/onejenjenone. بنشكر الجماعة والاصدقاء اللي عم بتشاهدنا حاليا، وطبعا في دونيشن يمكن اجتنا كمان على البث، بس هلأ الدونيشنات بنعرضها بعد ما نخلص بس هذا التسجيل. وهلأ نشوف كيف بدنا نتصرف مع هاللاعب هاد يلي اتوقع انه لحنا نوعا ما حنسحقه بهالهجمة الثنائية من الطرفين. هاتلوج من هون وجهز بجوبلين كيج. ما بعرف، ممكن يكون دفاعي الجوبلين كيج هاد. حنزل نايت حرام بلا ما يروح على الفاضي، واتوقع انه هخلصها بتور واحد. تخيلوا اخسر قلب من هالمكان هذا، لا كثير صعب. جوبلين كيش على اليسار، فينا نتفرج عليه شوي. ركزوا لي على الجوبلين كيش على اليسار، شوف شلون بيضرب التاور. والله دمج عالي، دمج سريع. ما بتوقع انه صح انك تتركه نهائيا، لانه اذا تركته انت بتموت. وحناخذ التاور الثاني لعيون الشباب، التاور الثاني، ولو في وقت بناخذ لكم الثالث. وهي كمان مجموعة خنازير برية. يا الله. إذا مثل ما شفتوا الموضوع أخذ انطلاقة جيدة. بس هذا شو السات أول وين يا حبيبي؟ أول وين ولا شيء. هذا فعلا كراون تشيست و250 جوبلين جانج. أنا عندي ماكس. بذكر لا تنسوا تقولوا لي شو منكس. بدنا نعمل الحلقه القادمه حول البطاقه اللي منكسها. بحتار بين هدول الاثنين كتير، بس بتوقع ها هروح على الارضي. وهدول الاثنين حلوين كتير، بس هروح على الثقيل لانه ما بنعرف شو ممكن يجينا شغلات. هو ما عنده ناخذ البات واخر كرت جوبلين كيش كمان. فرجيني
والله بس على هالتشكيلة أنا شايف بدي أخد الفاير مبدي الجوبلين كيش بهالتشكيلة بهالتشكيلة بهالتشكيلة. رجع مرحب بالناس اللي عم بيدخلوا على البس مباشرة، بقرأ هيك شغلات وشغلات جميلة وأشياء حلوة. حارجع لكم طبعا بعد ما أخلص تسجيل لأحكي معكم لشوف شو في في دونيشن مثل ما قلتوا فيك أشياء. إذن بالوقت الحالي المباراة بلشت بشكل خفيف، عندي 2 سبلات بيعملوا دمج كأنه لنشوف كيف بدنا نستفاد منهم بأقصى طريقة أقصى طريقة. الجوبلين كيج وقف بالنص، ما بعرف شو لازم سوي، لازم استنى، يمكن لازم استنى. هي يمكن الفكرة بالجوبلين كيج انك انت تنزله بالوقت يلي ضيق شوي، هذا نزل هيك طرق. اوكي حلو كتير، فوتي قوية عم بعملها هلأ انا مع اليمين اتوقع. هذا عم بيبات ممتاز، وفاير سبيريت توقع هالفوتة تبعي يمكن تاخد تاور، ما بعرف الحماس عالي. ويلا يا تاور، يلا يا تاور، يلا يا متورني يا متورني يا متورني يا متورني يا نسيني. ليك شو سريع، اسرع من البات. شفتوا 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 رامبو 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 عم بيركض والبات لاحقينه. يا الله يا الله يا الله يا الله، ما معقول ما معقول ما معقول. طيب هلا احنا بسيطره عاليه بالوقت الحالي ضد هالخصم، ما حنزل اكثر من هيك، حكمل بالهجوم او الصدر الهجوم اليميني بعدين كمل بهجوم من على اليسار. انا هيك عم فكر ساوي. حبعت الرويال جوست في حال سائت الامور، هذا مخفي حيضل ماشي، يا بده يلاقي طريقه يصده يا بده يتركه، ما بعرف شو حيعمل هذا اللاعب. بكل الاحوال حصد الكهرباء بالكهرباء، نعم دائما صد الكهرباء بالكهرباء يا حبيبي، واحسنت يا رويال جوست. هنزل هذا يدعمه ويلا بينا، يلا يلا بينا يلا. وهي الفوته تبعنا، والله انا حبيت البطاقات اللي معي هون بهي المباراه، نوعا ما جميلين، فيهم تشكيله، فيهم كهرباء كثير، فيهم كهرباء كثير، فيهم استنات، فيهم تانك، فيهم كل شيء. اذا بنكمل الضغط شوي، في حال المباراه طولت ما بنعرف نعمل احتياطاتنا وبنشوف شو ممكن نساوي. بالوقت الحالي انا مسيطر سيطره كبيره كثير بهذا الجيم، وفي احتمال كبير ننطلق ل الجيم رقم 3 او الفوز الجيم الثالث، نعم فعليا. وهي هلا صدينا من تحت على اليسار يا حبيبي، وما بعرف شو حيقدر يساوي هذا اللاعب بهالضغط يلي عم نعمل له اياه. هكمل ضغطي من هون واتوقع الامور منتهيه تماما، نعم الامور منتهيه تماما، ونقول له باي باي ومنكد امورنا ب بويزن. ويلا كم تو دادي كم تو ماما، يلا 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 يلا. اذا بالانتصار الجديد بيعطونا جائزه، انا ما بعرف شو الجوائز ما انتبهت لهم، 2500. بس معقول بعد هالفتره اللي غبنا فيها عن كلاش رويال نقدر نعمل انجاز بهذا التحدي؟ ما بعرف، احنا عم نحاول جهدنا، بس حاخذ الكرت الجديد بهذه المره، وشكلي ما حاترك البيكا، ما حاترك له البيكا، انه ما عندي حل للبيكا مبدئيا. الاربع بطاقات اللي عندي اياهم ما بيقدروا يعملوا شيء للبيكا يا شباب، يعني لو بيقدروا يعملوا شيء كنا حكينا، بس هن ما بيقدروا يعملوا شيء. اذا شايف معي 3 ماسكتيرز مع البيكا، تشكيله كتير غاليه، ما بعرف شو حنقدر نساوي فيها، بس حنجرب هذا. منيح في كره ثلجيه وارشرز يخففوا شوي من هالحمل الثقيل، حمل التكاليف العالية يا شباب. وبالوقت الحالي ما بعرف شو هيصير. اوه هلا بين بين الموضوع، حضرب روكت هون بس يا ريت يقرب لقدام شوي. ايوه يا عيني عليك. اذا هذا اللي صار، حنزل ارشرز هون ليوقفوا هدول الاثنين، بتوقع اثنيناتهم بيوقفون. يا سلام ارشرات دائما اذا وقفتهم من النص صندوق بصندوق اليمين واليسار بيروحوا. لاحظوا فوق على اليمين شو صار، 1629 طاقه التاور تبعه، عندي انا انفيرنو تاور كمان ما كنت عارفان بوجوده. هو عاطيني اياه شكله بالتبديلات، لازم لاقي حل اني استفيد من هذا الكرت. حاستعمل انفيرنو تاور لانه ما بجع بالي راهن كتير وجازف، بل جع بالي اني العب على المضمون اكتر شوي، لنشوف المضمون لوين بيوصلنا. اذا بالوقت الحالي هو هلا هاجم،
حنزل بيكا هجومي يقطع راسه بضربة واحدة ويكمل. هل عنده حل لهذا البيكا؟ ما بعرف، بس أنا عندي هون كرة تلجية بدها تبطئ شوي وتساعد. يلا يا كرة تلجية، يلا يا بيكا الأول اقطع راس الثاني، كمل على التاور. أيوة كمل على التاور، كمل على التاور، كمل على التاور، اقطع التاور، يا عيني عليك. ضربة واحدة، أنا ما بدي أكثر من ضربة واحدة بصراحة، ضربة واحدة بتكفي. هذا الويزرد ما بعرف شو ساوي له، اتركه ولا لا؟ لا ما حاتركه، حصد الضربة بالرام وبركي الرام بيوصل، ماني متأكد. والله كان حيوصل، قريب جدا، رام قريب جدا، كان على وشك الوصول. حنزل الجوبلين كيج ليصد القنابل تبع البومبر، لأنه البومبر مزعج نوعا ما، وهو بيستعمل بويزن هلأ لحتى يخفف لي من طاقتي. فينا نلعب بطريقة ذكية كمان، نستعمل الصواريخ، لأن هي اللعبة بتاخد وقت، بس هي طريقة ممكن تكون منيحة. هنروح باثنين مسكتير على اليسار وواحد مسكتير على اليمين. ليش؟ لأنه اليمين طاقته قليلة، بيستعمل هو الحركة، بقوم أنا بستعمل صاروخ لخفف كل الشغلات مع بعضها، يعني فكرة كمان مقبولة. نعم منيحة. وعلى اليسار رام رايدر حينطلق. توقع أنا هلأ كتير بدي أحرجه بهالفوت اللي أنا فايتها، ما بعتقد في عنده كتير حلول ضدي حاليا. توروا اليسار عم يروح، توروا اليميني حيروح. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هذا هو الضغط، هذا هو الضغط. الوان جن جن وان العائد من بعيد. نعم نعم نعم، هذا هو الضغط، ومثل ما له ظاهر قدامنا انتصار كاسح، انتصار كاسح على ايفا زنج. هيك اسمه، ايفا زنج يا حبيبي على الايفا زنج، يا حبيبي على الايفا زنج. اذا ثلاث كؤوس، وجائزتنا بتكون بهالمباراة 50 دارت جوبلين. يا الله 50 دارت جوبلين، مالهم قلال بنوب، مالهم قلال بالمرة. طبعا اللي ما شاف حلقة كلاش رويال اللي انا لما رجعت على كلاش رويال وشو صار معي شيء عجيب يشوفها، حتكون اكيد الا هلا لينك بالكاردات موجود بقلب هذا المقطع. متحير كتير بين هالاثنين، بس ما بدي اعطي اليت باربريان لانه ما بعرف شو الكروت. ممكن هذا لانه معه الباندت، وممكن هذا لانه ما بنعرف اذا في شيء كبير، والكارت الجديد. يلا ماشي الحال، بس ان شاء الله ما يكون معه امور جويه او مدافع، هدول الشغلات اللي ما عندي كثير لها حلول بالوقت الحالي عم شوف. وحاطلق دارت هجمه كبيره الكسير بصراحه، يمكن اندم عليها، بس هيك جاني الهام اني انا اعمل هيك، ما بعرف ليش. لنشوف اذا بندم ولا لا. ان شاء الله ايه منيح. يلا صرفنا الكسير بعد بعض تقريبا، بعد ما نزل هي امورنا منيحه، ما في مشكله. لنشوف هذا اللاعب، هل هو قوي، هل هو ضعيف، هل هو لاعب صيني ولا ياباني ولا كوري. كل شيء باين معي انه انا شايف جولم متوحش جاي من بعيد. حابعت جاينت سكيلتون من على اليسار واعمل هيك. يلا يا جاينت سكيلتون، روح روح روح، حجرب لوك نزل، بركي في عنده شيء بده ينزله. هي شلف اسمه مو اكثر، بس طلع ما عنده. طيب هلا اللي بدي ساوي، بدي نزل الانفيرنو دراجون ليوقف هالوحش اللي ما بيتوقف. مش وحش الذي لا يخاف الصعاب. ايس جولم ليوقف الباندت ما يضرب. الطياره مين عم تضرب؟ والله عمل لي دمج كتير عالي بهالفوت اللي فاتها. اذا ما عندي كتير حلول بهذا الجيم لغايه الان، بطاقتي ما لها جيده كتير مع بعضها، بدي احاول الاقي طريقه ارجع بالجيم. فيني اقول كمان انه بطاقاتي نوعا ما غاليه، والحل لما تكون البطاقات غاليه انك تستنى الدقيقه الاخيره لتعمل شيء بالجيم. هاي واحده من الاشياء اللي فينا نقولها، وهي بالعاده هي يعني مثل مفاتيح الجيم. بقي يعني 15 ثانية نشوف شو بيصير. اوكي انا بدي الانفيرنو دراجون، طبعا مستعمل ارخص الاشياء لألعبه، بس الانفيرنو دراجون لسه بده وقت. ممكن نصد بدونه، والله الجهة اليسارية ما حقدر صدها، ان شاء الله لحاله يقلب على اليمين. حلو، لانه ما فيني صد الجهة اليسارية حاليا. وهلا بقى هاد اللي عم نحكي عليه، بدنا هجمة قوية من الجهة اليمينية. خلينا نشوف اذا فينا نعمل هجمة قوية من الجهة اليمينية. عندي بعض الاشياء اللي فيني ساويها، مثل كرة نارية هون، مثل ما حستعمل لوك، لا ما حستعمل لوك، حكمل فوتي.
يلا يا شباب فوتوا بقى، فوتوا فوتوا خلصونا، فوتوا وصل على التاور، انت بس وصل على التاور، انت بس وصل على التاور. بعت انفيرنو دراجون تاني وهذا الشيء منيح، وصل لي اسكليتون على التاور، الايس جولم ساعده انه يوصل. باربريان بالطرف الثاني، حركه ما اعرف اذا حندم عليها ولا لا، بس هي اللي خطر على بالي بالوقت الحالي. الطرف الثاني الباربريان عم بيشتغلوا، حادعمهم بكره ناريه ولوج وإليت باربريان، عملوا شيء يلا 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 1600 1600، ما قدروا يعملوا الرقم الكافي من الدمج، وحاليا المباراة صعبة جدا 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 جدا. ما بعرف شلون بدي اربحها، ما بعرف، ححاول. اللعبة هلا حتطبخ شيء اسمه هجوم كبير، هجوم كبير يمكن يكون مصلحته يمكن يكون مصلحتي، ما بعرف، الامور معقدة. حترك اليسار تماما، الباندت ما بيعني لي، استعمل فاير بولت مساعدة، نعم فاير بولت مساعدة، حستعمل لوج كمان مساعدة، بركي بنزل شيء بهالثانية، ما عم يعني ما بتصير معي هي القصة، ما عم تزبط. لاحظوا ضحيت بالطرف اليساري شوي، عم خسرت منه دمج كتير، حط جوبلين كيج لصد، ما عاد فيني صد أكثر من هيك، والجوبلين تبع والجولم تبعه انفجر عند التاور تبعي وأحرجني إحراج كبير جدا مع بويزن. المباراة شبه منتهية لإله، بس في عندي الفرصة الأخيرة، الفرصة الأخيرة، هل هذا السكيلتون حيقدر يوصل ولا لا؟ وصل ولكن مات التاور تبعي، يا الله يا الله يا الله. إذا المباراة كتير كانت متقاربة وبتشهد أول خسارة لنا بهي الرحلة 3-1، شو حيصير بهالرحلة؟ ما بعرف. حناخد الفريز بالوقت الحالي، حناخد الهام، حناخد البيكا، وحناخد الكرة النارية، هدول البطاقات بدون تردد أخذتهم لأنه بدي إياهم. صحيح أنه كل اللي اخترته غالي، إذا كان عاطيني غالي هيكون في مشكلة كبيرة، ولكن بالعادة اللاعبين مو شرط أنه يعطوك حسب شو بكون طالع لهم يعني. بقى لنشوف شو بيصير. حلو، بطاقات مو غالية كتير، مقبولين، ولنشوف كيف بدنا نبلش الجيم. حط آيس ويزرد هون، بعرف انه حاكل شوية دمج، بس ببالي خطة لشوف هالخطة كيف بدي نفذها. حنزل بيكا على اليمين ليحاول يصده، وعلى اليسار على اليسار ما في عنده شيء اذا منروح بي، ومع النزاب مع النزاب مع النزاب مع النزاب مع النزاب، بس عنا هدول الصغار هلا حيشتغلوا شوي ماشي الحال. يعني بداية لإله 100% حتى الان، بداية لإله حتى الان بنسبة 100%، وما زال اللاعب هذا مستمر بالضغط علينا. ما عندي شيء، ما عندي شيء ساوي، ما عندي شيء ساوي، ما في غير اصبر، خلاص ضحي بالتاور واصبر. ما والله لا، هدول دمجهم مو كثير عالي، دمجهم مو كثير عالي، بس هاي شبه راح التاور، ما في غير اني ضحي بالتاور واصبر على هجمه كبيره، يعني هيك فكرت بالهام او بالبيكا او باي شيء. طيب حنبعت الهام هون ونشوف اذا فينا نوصل ولا لا. ليتس جو، انطلق انطلق انطلق، يلا 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 يا قاطع الرؤوس، يلا يا قاطع الرؤوس، يلا يا قاطع الرؤوس. والله في امل بالجيم، فكرته منتهي، شكله في امل او مو منتهي، فكرته التور منتهي والوضع صعب جدا. على اليسار ما في عندي شيء صد، الله على اليسار ما عندي شيء صد، شو هالسخريه، شو هالسخريه هي، كره ناريه صدت برنسس، ما في شيء. ماشي 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 ماشي، سوف يندم سوف يندم، لن نستسلم لن نستسلم لن نستسلم لن نستسلم، كل هذا ما حيحبطنا، كل هذا ما حيحبطنا يا شباب. يا بيكا دفاعي، ما حيحبطني ما حيحبطني، ما حاستسلم ما حاستسلم لعيونكم يا شباب، لعيونكم يا شباب. الهجمة المرتعبة، الهجمة القاضية، الهجمة السفاكة، الهجمة اللي ما بقدر اسوي له شيء لهذا الدراغون. فيني جمده هيك، يلا يلا الهجمة الهجمة الهجمة، هاي الهجمة اللي ما حاخذلكم يا شباب، ما حاخذلكم ما حاخذلكم ما حاخذلكم، ولن استسلم ولن اهاب الصعاب. انطلقوا اكزكيوشنر جديد يا الهي، انطلق يا بيكا، رام رايدر جديد يا شباب. قاعدتي 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 تموت، قاعدتي تموت، قاعدتي تموت، وكرة نارية دفاعية، قاعدتي لا تموتي، لا
534 محاولة عودة كانت قوية جدا جدا جدا، ولكن أحرجونا بثلاثة اثنين. يا الله يا الله على هالجيم، شلون لعب لعب مو طبيعي، وكان في صد ورد وكان في أمل إنه نفوز، ولكن خابت معنا على آخر ضربة. يمكن لو استعملت الكرة النارية بشكل هجومي، لا الكرة النارية ما بتعمل 500، بتعمل شيء 350، كنا خسرنا بفارق 200. يمكن لو كان في عندي ما بعرف شيء طريقة اني صد او شيء، ما في. اوكي بكل احوال حجرب اعمل باتل رام مع مينيون على اليمين، هيك هجمة سريعة بركي بتحرجه بشوية دامج، بانه في يعني شوية الكسر لحتى اني صد هجمته. اوكي بشو بدنا نصد الهجمة؟ بتوقع بيبي دراجون للسبلاش دامج، وبتوقع بيكا هلأ ليجهز ممكن ميبي، كأنه كل شي عنده عم يضرب التاور تبعي، ما استنوا البيكا لينزل، هاي اسمها خيانة. بيكا انطلق، نبعت نايت ويتش مع البيكا ليساعدوا بعض ويصير في مساعدة وشغل جماعي. باتس انطلقوا. اذا المباراة بالوقت الحالي حلوة، ما بعرف مين يربح، ما بعرف، I don't know. Let's go. اذا 1600 ب1200 يا شباب. طيب حننزل راسكلز ونشوف شو فينا نساوي من هون. هلا فيني اقيسه واعمل سبليت، بس عم بفكر اصبر شوي. اوكي البطاقة الجديدة. اوكي اوكي. ويزن بيكا. بس انا اشوف شو يلعب عشان اعرف شو يلعب. بيكا هو اللي بده يقطع له راسه لهذا. اوكي هلا المينيونز. حلو كتير بيكا. يلا هاي هي. هاي هي. انطلقوا 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 انطلقوا. دعم بجوبلينز. ليتس جو. حلو حلو حلو. ناكل بعض اللحم. نعطيه بعض اللايكات. والقاعدة تبعك كله انهارت. تقريبا اخذت التاور اليساري. ورام من هون. ولخلص اللعبة. لانه ليش لحتى دافع اذا فيني خلص اللعبة. جي جي. اذا الانتصار الرابع بهالرحلة، وما بعرف شو حيصير. 16 الكويست، وما بعرف شو حيعطونا، قصدي شو حيصير. ايوه 5000 كولد. حلوين حلوين. بدي كمان بدي كمان. اللي بعرفه على الانتصار العاشر ناخذ بطاقة جديدة. على الانتصار العاشر بيجيك البطاقة الجديدة. والله تسريع ولا والله بتلبك. هاخد تسريع بدل التجميد. هاخد لوج لانه في سكيلتونات عنده صغار وكبار. ماشي. اذا الجيم كتير صعب بالوقت الحالي، وما بعرف مين حيفوز ولا شو حيصير. كل شي بعرفه اني احاول جهدي، واجاني اثنين تانكات مالهم مناح مع بعض كتير، وبالتالي حبلش باللافا هاوند حشوف شو الوضع. عطيني الاخ برق وسيارات كهربائية، ما اعرف هذا الزلمة شكله بيشتغل بمقسم هاتف او شي شغلة، حتى كل شي كهرباء عطانيا بالعالم. هل حينزل شي تاني ولا لا؟ هل حينزل شي تاني ولا لا؟ كمان ما نزل شي تاني، هنزل زابيز. اوكي والله حلعب. لا ما حلعب، غيرت رأيي، هنزل هاد. ما لحقت نزل، ما لحقت نزل شو قبل، ما لحقت نزل وصدله الليجندري تبعه، ما لحقت. اذا تقريبا راح التاور تبعي يعني، وراح فيه لسه شوي بس ما قدرت. حلو ممتاز. عمل فريز متاخر، كان طمع بالتاور، ما في داعي يطمع بالتاور. البطاقه الجديده وصلت للتاور وعملت بوكس. حلو ممتاز. هالمرة حنزل الرويال جاينت، هو اللي حيكون التانك تبعي بدل المجزرة اللي صارت قبل شوي. بده ينزل هو على الأغلب ال... أيوة تمام توقعت. المهم بدي شيء قاتل من بعيد.
ممتاز ممتاز. اضرب اضرب. ايه يلا لوك ماشي الحال. جوبلين كيج بسرعة بسرعة بسرعة. فيري جود. يلا جوبلين كيج قاتل. ممتاز صد رائعة. شفتوا شلون الجوبلين كيج ممكن يكون جيد جدا بالدفاع مو بس بالهجوم. بتوقع هو بيوصل للتاور اذا ما نزلوا شيء. نعم وصل وضرب التاور. ضرب التاور والتاور صار بحالة جيدة بالنسبة لنا لموقعنا من موقعنا هذا. وحنزل رويال جاينت باقصى الهجوم اليساري. خلي يعمل عليه ضغط. خلي ما يعرف بده يصد يمين ولا يسار ولا شو بده يعمل بحياته. بالوقت الحالي عنا ضغط من الجهة اليسارية وحنتابع بالضغط يا شباب. هنزل لوج. هنزل كوبلين كيج هون. هنزل سيارتي هون. منيح هيك الوضع جيد نوعا ما. وحنزل الجاينت هون هيك الرويال جاينت. خايف من سكلتونات بالوقت الحالي. بيروح توري لسه ما راح. هذا الشيء منيح. بهمنا كتير التور اليساري بالوقت الحالي لانه التور اليمين احنا ضامنينه فعليا. التور اليميني ضامنينه اخذناه. التور اليميني تبعنا خايفين عليه. جيجي. نعم اذا مباراة جدا صعبة جدا كلوز وحماسية وما بعرف شلون قدرنا يعني نعمل مانج انه نوصل للفوز الخامس باول محاولة لنا. وان تايم ريورد 50 جوبلين هات. مفارخ يا حبيبي مفارخ. اذا وصلنا لخمس انتصارات معقول الحلقة تنتهي هون ولا حنروح على الانتصار السادس ما بعرف. باخد ويزرد. باخد الليجندري. باخد الكرة النارية مشان الجوي. والله الماينر مزعج اكتر لانه عنا كرت حقه 7 ارضي. ما بدي اخد 6 اللي تبربرينز بصير كتير بصير كتير كتير كتير. اذا تبدأ المباراة الحماسية جدا مع شادو ديمون. اسمه شادو ديمون. ولنشوف شو ممكن نساوي مع شادو ديمون. هو بنزل نايت انا بنزل وزرد. ما بعرف شو لازم ساوي يا شباب بس بتوقع انه الايس جولم بهالحالة هو خيار جيد نوعا ما. خيار جيد نوعا ما. طيارة. شوفوا توزيع قواتي مشان ما اكل دمج من كرتو الجماعي. وايس سبيريت هلأ لتجمد اي شيء بده ينزله. وتعالوا نشوف شو حيصير بتاوره اذا نزل الكيج. حابعت الماينر لا يعمل له شوية دمج. اذا ما وقفه حيعمل دمج ويزعج. والايس جولم هو الدفاع تبعنا بالوقت الحالي ليدافع ويبطئ. الكرت الجديد عم بيروح لي من طاقة توري. يا الله ليك شو والله عم يعمل دمج عالي. عم يعمل دمج عالي. نزلت الماسكتير متأخر جدا. هي هي المانا اللي عندي ما فيني ساوي شيء. بس شلون بدي اتصرف مع وضع اللعبة الحالي ما بعرف ما بعرف. لنشوف لنشوف. اذا عنده هجوم قوي تنزل الميجا نايت عليهم كلهم. انطلق. يا سلام ميجا نايت ممتاز. قدر يفي بالغرض. هل فينا ندعم ميجا نايت بطيارة مثلا؟ يلا يا ميجا نايت هاي طيارة تدعمك وهي تجميد تدعمك. يلا طيارة طيارة طيارة. انا بدياكي 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 طيارة. ايه اضربي اضربي اضربي. طيارة قدرت توصل على ايس جولم هون بلا ما يضرب هاد ابدا. يضل احسن. اذا ما بعرف. قلولي قلولي اللي عم يشاهدوني بس مباشر شو ساوي. حاربح ولا لا؟ المباراة صعبة. المباراة صعبة كتير. اخر دقيقة اذا. اخر دقيقة انا بحس في عندي قوة لما يكون في كرت حقه 7. وخلينا نشوف. اذا انا بيهمني اني اجل المعركة شوي مشان الميجا نايت يعمل شغله. يلا يا ميجا نايت. فيري جود. طيارة من على أقصى اليمين نزلها مشان تلحق تصيب التاور لحالها. يلا يا طيارتي يلا يا طيارتي. طيارتي أخذت التاور. ممتاز. صفيان هلأ بقى نقدر إنه ندافع. أوه هذا السفاح. أوكي هلأ بالوقت الحالي بدي دافع 20 ثانية. ما ححاول إني أخذ التاور. حاول إني بس دافع. نزل هذا الاخ نزل هذا الاخ. كله بس تأجيل وقت. اشياء تأجيل وقت.
وبالتالي يفوز الجيم. انتصارنا السادس يا شباب، انتصارنا السادس بأول محاولة لإلي. وأنا يعني أنا بعرف بكلاش رويال إني أنا ليفل ماكس، بعرف إنه لعبان لعبة كتير، بس أنا كمان صار لي أشهر ما عم بلعب اللعبة، وبالتالي عم ترجع لذكريات. أوه ليجندري تشيست بحلقتنا لليوم، والليجندري هو أيوة الماجيك آرشر يا حبيبي. أنلوكت ما عندي إياه، تخيلوا ما عندي الماجيك آرشر، صار عندي إياه وستة ست انتصارات. هل هذا هو نهاية المشوار؟ وشو أعمل؟ صاروخ ولا كهرباء؟ صاروخ ولا برق؟ صاروخ ولا برق؟ شو نعمل؟ ساعدوني. والله صاروخ. ليجندري. بويزن ولا زاب؟ بويزن مشان ما هو يهلكني فيها. هو آيس وزرد. او ماي جاد يا شباب يا شباب يا شباب، شو نعمل؟ شو نسوي؟ ترافو بيقول لي جود لك، بنقول له جود لك، نحترم الاخلاق النبيله وحاول صد هدول الشغلات اللي نزلها بالكيج. والله يا كيج انت مفيد، انت مفيد، انت مفيد، انت مفيد الوحش، انطلق انطلق يا مفيد الوحش. وشوفوا الصغار الجوبلينات يضربوا، يضربون الجوبلينات يضربون التور يا شباب. يا سلام يا سلام يا سلام. اذا 1700 بيقول لي ويل بلايد، لانه فعلا الهجمه تبعي كانت ممتازه وما قدر يعمل لها كثير شغلات. ما حاعمل شيء لانه هذا البولر ميت ميت. منفكر بايس ويزرد ورا ورا، لنستنى ونشوف شو حيصير باحداث المباراه بالاوقات القادمه. حاسه صاروخ، ان شاء الله الصاروخ يصيب، ما بعرف اذا بصيب ولا لا. نعم صاب، قصدي انا التانك هذا اللي ماشي. تعالوا نشوف. طبعا هذا التانك اللي ماشي انا مالي كتير خبير فيه نوعا ما، هو من البطاقات الجديده. يستعمل بويزن دفاعي، ما عندي شيء ثاني يستعمله اتوقع بالوقت الحالي. ونحاول نخلص تاور على اليسار، حابعت البات لحتى يساعدوا بهذا الموضوع. ما حيقدروا، بس يمكن حاكل ضربة واحدة من بات على ما بتذكر، ضربة واحدة. نعم. الهوج الهجمة تبعه عم تكون كثير قوية. إذا ما في جوبلين كيج ما فينا نصد الهوج، أو إذا ما في إلكسير لننزل هذا الليجندري. شو بدي ساوي بهالحالة ما بعرف، بس كل شي بعرفه أنه بدي نزل أي سوزر هالمرة على الجهة اليمينية. الجهة اليمينية خطرة جدا. حستعمل صاروخ لروح الماسكتير، وبنفس الوقت اعمل دمج على التاور. تمام، وهو خايف ومرعوب، ما بعرف ليش كتير خايف ومرعوب. لا تخاف يا حبيبي. اذا جوبلين كيج هلا حينزل، وهلا حنشوف هوك اكيد، حنشوف هوك اكيد. وينه 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 اللي ياكل هوك؟ عملكم حنشوف هوك اكيد، عارفان هذا الموضوع، هذا الموضوع عرفانه. اذا الليجندري تبعنا مع الباتس بيصدوا الجهة اليمينية، وانا اللي بدي اياه الهجمة اليمينية بصراحة، هي املي بالجيم. وايس وزرت مع البطاقة الجديدة من على اليمين، لنشوف شو حيصير بهالعجقة كلها. جوبلين برل على التاور اليميني تبعه، ما بعرف شو حيصير، ما بعرف شو حيصير. الهجمة كتير صارت معقدة، بس ما كتير كانت افكتيف للدرجة المؤثرة القاضية القاتلة، ولكن هذا اللي قدرنا نوصل له يا طاقات الدورات والاشياء تبعه. باتس من هون، ارشرز ماشي، ايس ويزرد، الصبر الصبر الصبر. ميجا نايت، وقفوا وقفوا ميجا نايت، لا ميجا نايت لا. اوكي عالتور عالتور عالتور، نط عالتور نط عالتور، يمكنك ان تفعلها. اضرب اضرب بيد من حديد. يا الله التور لسه، التور لسه. شلون بدي، شو بدي ساوي؟ خلص ربحني، خلص ربحني، معي صاروخ ما بيكفي، بس خلص ربحني، خلص ربحني. حاول اضغط التور اليميني قد ما فيني، اهمل كل شيء باللعبه وحاول اني اخلص التور اليميني معه زاب. حاولت جهدي. اذا وصلنا بهذا التحدي لست انتصارات مقابل ثلاث خسارات، ولكن بما انه هذا اول تحدي انا ساوي، ويكون في شيء اسمه كونتينيو، يعني انك انت تاخذ انتصارات بدفع الجواهر، حاعمل كونتينيو مشان
عيون المشاهدين، لتكون حلقة خاصة ولتقولوا انه عمر بيستاهل بهي الحلقة انه نحط له لايك، انه نشترك بقناته، انه نكتب له هلأ بالكومنتات انه نحن لهلأ عم نشاهد المقطع وهو عملنا تجديد للتحدي مشان لانه نحن مستمتعين لانه نحن مكملين بهي الرحلة. اذا تعالوا نشوف هل فيني اعمل شيء بعد ما استعملنا الكونتينيو ولا لا، هل ممكن نجيب البطاقه الجديده ولا لا، ما بعرف. لاعب الخصم عم بياخذ وقته كتير وهذا الشيء بفرجيك انه هو الزلمه كتير محترف. لا ما دخل. شو هاد برنس صاروخ بالون دراغون؟ شو هاد؟ ما بعرف شو ببلش. حنجرب البرنس نعمل شيء، بركي البرنس يقدر يساوي لنا شيء. وهو بيعمل حركه حلوه، للاسف صاروخ ما بيجي بدول الاثنين سوا، بس فيني انا افكر بقصه. دقيقه شوي، اول شيء حاحط الكيج هون لانه انا حاسس انه حينزل، ممكن يطلع على حظي عنده شيء هوك او شيء قصه او كذا، ما بعرف. اوكي اذا حنزل الدراغون هون. الاروز لازم يكونوا جاهزين ليصدوا السكيلتون. اوه ضربت الاروز كتير بكير وبالتالي اكلت دمج كتير، حاندم عليه، ضربت اروز كتير بكير. نعم البطاقة الجديدة اجت وصلت للتاور تبعه وضربت، عنده هجوم من على اليمين كتير قوي، عم استغل اني حطيت الكسر كوليكتر وبالتالي عم حاول يضغط. هنزل البرنس، يا برنس يساعد بالدفاع. ضغطني من الجهتين بس انا عندي هلا يعني اذا قدرت اصمد افضليه الاليكسير على المدى الطويل. لنشوف شو بصير، انا تذكروا عندي لافا، عندي لافا، عندي لافا، يعني عندي هجمه ممكن تخلص الجيم كله. بتوقع انه توره مثل ما هو واضح ما تاثر كثير بهجمتي، بس انا توري اليميني مصاب بشلل رباعي. وهلا حبلش هجمتي الكبيره بقى مبكره شوي. ليش مبكره؟ لانه عندي الكسر كوليكتر، ماني محتاج لاخر دقيقه حسب ما بتوقع اني اكون مجهز. اذا نبلش نستعمل امورنا. ما عندي شيء صدهم غير الارز بصراحه لهدول. برنس بسرعه نزل، يا برنس نزل على سنه. لا ما حد لحق، ما حد لحق، نزل متاخر والله، نزل بس متاخر متاخر متاخر. بس هل يا ترى فيني انا اخذ له توره بالمقابل؟ يعني هذا هو السؤال. ما بعرف اللافا تبعي فلتان عليه للتاور تبعه بصراحة. لافا من الطرف اليساري مع بالون. عنده شيء صد البالون؟ عنده بس مينيونز، أنا هيك بتذكر. عنده بس مينيون، فرجين المينيون، فرجين المينيون. ليكون. يلا راح التاور يا شباب. نعم. نعم 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 نعم. هاد بنية، هاد بنية، هاد بنية. ضغط 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 كمان. فينا نرجع بالجيم، فينا نرجع بالجيم. برنس من على اليمين منيح كمان، ما حكي رح حلبكو شوي، حلبكو شوي. منيحة 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 منيحة، الجيم شغال. روكت على اليمين بيشيل باربريان، هات بيشيل التاور. البرنس بيضرب، برنس بيرجع ما بيضرب، وخلص الوقت. في عنده هجمة قوية من الطرف اليميني، لازم ما اعمل مس بالاروز هالمرة. وهي اروز ممتاز، ما عملت مس فيهم. بيبي دراغون ارجوك، مو بيبي دراغون قصدي لافا بالون. لافا بالون ما عنده الدمج الكافي وخسارة. يا الله يا جماعة شكله مستواي توقف عند الانتصار السادس، هل استسلم ولا هل كمل؟ ما بعرف، هحاول جهدي، بس مستواي شكله بعد تركة اللعبة هو نهايته هو المستوى السادس، ما بعرف. حيبين هلا معنا، بس هحاول جهدي هلا اني العب بطريقه مختلفه شوي، خصوصا اني عم بتعمد دائما مشانكم اني اخذ البطاقه الجديده مشان انتم تشوفوها اكثر وانا اتعلم عليها اكثر، لانه هي اول مره بحياتي فعليا عم جربها. لنشوف شو بيصير. اللاعب الخصم معصب وعندنا الجاينت سكيلتون معنا بصفوفنا. تعالوا نشوف الجاينت سكيلتون اذا حيكون نعمة ولا نقمة. اوه اذا مثل ما عنا الجاينت سكيلتون عنده اقوى تانك باللعبة. نشوف شو حيصير. وحادعمه بمسكتير وكمان دارت كوبلين عشان يكون الدعم كتير منيح. يلا الويتش هي اللي حيكون سلاح الدفاع اتوقع، انه في عنده سكيلتون تضرب ضرب منيح وتوره كتير تأذى.
اذا تاوره تأذى بشكل رهيب. يلا صد، احسنت. النايت تبعي كمان دافع منيح، تاوره تأذى بشكل رهيب وراح. ودع ودعني، ودع ودعني ودع. هعمل جريفيارد دفاعي هجومي على القاعدة دغري ليشتته شوي، يضطر يستعمل له اشياء كذا هيك اشياء. والله ما في شيء نقدر نعمله هلا. تاور المهم انه قاعدته كتير تأذت، شفتوا شو عملت بقاعدته بهالهجمة تبعي؟ اوكي، اذا نوزع قواتنا هلا يمكن يروح لي دمج منيح، ما بعرف، بس ما حيروح التاور المهم قد ما كان له دمج. قاعدته قد ايه طاقته؟ 1600، هذا طاقته 400، يعني صاروخين ما بيكفي، مشان هيك لسه استنى شوي. هحط الجوبلين كيج هون لعم نأسس للمستقبل، وحط النايت هون. اوكي، هو عم بيلعب عم بيلعب عم بيلعب بيلعب يا شباب، عم بيلعب هذا الزلمه، عم بيلعب ما استسلم، ما طلع، ما رمى المنشفه، ما رمى المنشفه. اذا هلا وقتها بدي استعمل الجريف يارد، لانه البطاقه الجديده منطلقه نحو القاعده لا تنهي. هل حتقدر الجريف يارد بمساعده مع الجوبلين كيج انه ينهوا المباراه؟ ما بعرف، بس في صاروخ قادم من بعيد، وهل حتنتهي ولا لسه؟ لا، الصاروخ ما له كافي، بس بصاروخ ثاني اتوقع هي بتنتهي اللعبه، مشان هيك نحن كل اللي بدنا اياه بقى ندافع ونضرب صاروخ. هل حنقدر نساوي هالقصة؟ ما بعرف. يلا خلينا نبلش فيها. كل اللي لازم ساويه هلا اني استعمل ارخص البطاقات الدفاعية ليصير الصاروخ جاهز. اذا نزل الجاينت، وبالتالي هو نهى مباراته، لانه انا بس بعمل له جريف يارد حيضطر يدافع، وبعدين حنزل له الصاروخ يلي حينهي حياته. اذا قدرنا نتخطى حاجز الست انتصارات وننتقل للسبع انتصارات يا حبيبي. سبع انتصارات يا حبيبي. كمان صحيح الناس اللي هلا وصلت لهون لهذا المقطع اكيد من محبين كتير كلاش رويال، مشان هيك بدي اعرف منكم بتحبوا انه اعمل حرب كلان وور ونصورها ولا لا؟ نكتفي بالسلاسل الثانيه والاشياء اللي عم نعملها. اذا على الانتصار السابع شو بده يصير؟ ما بعرف، حاترك له التسريع ما بدي اياه يتهنى فيه. اذا سياره ومدفع شيء كتير حلو، بين الزاب وبين الهاد ما بعرف، ساخذ الزاب مشان اذا عنده دراغون طلع، وبين المفارخ وبين الاليكسر كوليكتر. اليكسر كوليكتر ولا مفارخ؟ والله مفارخ كتير حلو، المفارخ معهم والاليكسر كوليكتر حلو، بس ان شاء الله يطلع لي شيء اقتله الاليكسر كوليكتر فيه. هون اللي اكل همه انا. اذا سنبدا بالجوبلين هات، ويعني شكله لاعب روسي. البطاقة الجديدة، يبتسم، معه برق طبعا، حظي وبعرفه. يلا عنا هجمة نظامية، وما عنده هو المفروض السحر، لانه يعني منطقيا ما عنده سحر لانه استعمل البرق. وانا حنزل اللوج، ويلا يلا 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 اضربوه كمان كمان. 1600 يلا مالهم سيئين، بس هلا انا عندي مشكله، ما عندي شيء شده او يضربه غير السياره، وحاكل دمج منيح التاور. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، ما في عندي شيء. ما في عندك شيء يا ابو عمير تعمله؟ ما في عندك شيء يا ابو عمير تسويه؟ وراح تاورك يا ابو عمير، وراح الحلم. ولكن في عندنا الول بريكر، هل هن اللي حيرجعوا الامل؟ انطلقوا يا وول بريكر. لا، البطاقة الجديدة هي بطاقة مضادة للول بريكر، بنزلة وبروح الول بريكر ببلاش يا حبيبي. لن نستسلم، لحنا حنفكر بشغلة، حنتخيل انه لحنا اخدين التاور اليميني تبعه، ماشي؟ هذا اللي حنتخيله. حنزل الجوبلين هوت هون، بنعرف حيعمل برق، بنعرف هذا الموضوع، بس لحنا حنعمل هاي الحركة مشان هلا يصرف هو البرق. ما صرف البرق، ممتاز، اعطاني امل، اعطاني امل. كمان شوي ليتس جو. اذا هلا هو اعطاني امل بانه صرف البرق، اذا عندي امل كبير بالجيم حاليا، امل كبير بالجيم. فوتوا فوتوا، امل كبير بالجيم. ليش؟ لانه صرف الكسر كوليكتر بعدين صرف البرق. وول بريكر من على اليمين، ممتاز، صاحي 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 صاحي. منزل على اليمين الرويال جاينت لنزيد الضغط تماما،
وزابيز ليخففوا من ضغط الجندري عليه لحبيبنا، ولوج ليزيد دمج. يلا 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 يلا، شي حلو شي حلو. وعم بيعمل هجمة شكلها خطيرة وكبيرة من نوعها، هجمة خطيرة جدا، عجقة عجقة عجقة. بس حكتر الجنود اللي ورا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، روق 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 روق، لا لا روق 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 روق، لا ما في، استعملت كل شيء عندي. يا الله على الهجمة، يا الله على هالهجمة، والله بيستاهل بيستاهل. جود جيم جود جيم. اذا 7-2 نهاية حلقتنا لليوم. هل هي هاي المباراة او حتكون اكتر من هيك؟ بطاقتين حلوين كتير، بس حروح على هاد بركي يطلع لنا تانك. هناخد التانك الصغير، هناخد اعطينا كارت حلو، اخذنا كارت حلو. هلا المشكلة اذا اخذت البرنس احسن، بس بيبي دراجون ما عندي شي صده فيه، هاي المشكلة. عنده تشارج قوي، عنده تشارج قوي، عنده قوة ضغط عالية، بس بنفس الوقت انا كمان اموري منيحة. عندي هاي البطاقة اللي جايتني نيكست، البطاقة اللي ما بعرف فيها كتير، اللي هي هاي، بعرف استخدمها بالطريقة الصحيحة. حط زاب، ليك الدمج ليك الدمج، يا الله دمج عالي دمج عالي. هام ارجوك اعمل شيء يا هام، ارجوك يا هام، ارجوك يا هام، ارجوك يا هام، اعمل شيء اعمل شيئا، لا تخزلني. 1800 و2100 قليل قليل والله قليل يا شباب. صمد صمد، معلش ما عندي حل غير اني صمد. خليني على هات، معلش. مرة تانية نعتبر انه التور اليساري اللي احنا اخدينه، نعتبر اعتبار وعلى اساسه نلعب. يلا نوعا ما عنا قوة جوية عالية، ما بعرف اذا هو بيقدر يصدها ولا لا. وهي زاب لنروح الجوبلينات، وعف حاسس القوة الجوية تبعنا نوعا ما عالية، نوعا ما نوعا ما نوعا ما. اذا الهجمة تبعنا شكلها مستمرة، شكلها مستمرة، وشكله في تاور، شكله في تاور، في احساس انه في تاور. اضرب اضرب اضرب. 500، معقول سجلنا رجعة بالمباراة؟ معقول هي تسجيلتنا للرجعة بالمباراة؟ ما بعرف. يلا يلا رويال ريكروت، انطلقوا، دعم الفلاينج ماشين الجهة اليسارية. هلا حركة ما بعرف اذا حندم عليها ولا لا. زاب يميني، اخذت التور اليميني، التور اليساري حادعمه ببيبي دراجون. اذا ما ندمت على الحركة اللي سويتها. ايس جولم بنزله بالنص، تاور اليساري عم بهر، تاور اليساري عم بهر، ممتاز ممتاز. 700 بستنى شوي، بنزل جوبلين كيج هون ليصد. ولا لا ما تقتل الويتش، حرام عليك، ليش قتل الويتش؟ هي غلطة مني طبعا. وبالوقت الحالي هو عم بحاول يعمل شيء، هنزل هدول. زاب ما بدي يكمل بهدول ابدا، والجهة اليسارية ندعمها ببيبي دراجون، بركي نقدر نوصل الى الهدف. طيارة مع البيبي دراجون حلوين. ايس جولم بالنص ليصد ضربات التاور، نعم بلش ياخذ ضربات التاور اللي على اليسار، هذا اللي بيهمني مشان البيبي دراجون ما يموت بسرعة. الهجمة مستمرة، نايت ويتش بالنص ممكن تكون منيحة. زاب للاثنين هدول، خلي التاور يصير يضرب اليمين، ما كفى ما كفى ما كفى ما كفى. اذا المباراة مستمرة، مباراة تستمر تستمر. هنزل جوبلين كيج، هنزل الرويال ريكروت انه مزعجين جدا. طيارة بدي دافع، ما بدي اخسر الجيم كمان. لا وصل على التاور، والله وصل على التاور. هلا هذا اللي بدي اياه بقى يعمل شيء، الرام رايدر. الرام رايدر هو اللي حينهي الجيم ولا لا؟ ما بعرف. ايس جولم هجومي، الرام رايدر يلا خلصني ارجوك، يلا يا رام رايدر. وهي زاب معك هدية، يلا روح
يا سلام يا سلام يا شباب، يا سلام يا شباب. إذا انتصار ما خلانا ننهي، ما خلانا ننهي انتصار ساحق، وأخذنا جائزته 10,000 جولد، 10,000 جولد، جولداي تنطح جولداي. وعنا مباراة جديدة حأخذ هذا لأنه مزعج هو بهذا النمط كتير. أخذ صاروخ طبعا في حال كان في شغلات، هلا فيني اعطيه البربريان وخلي الافران احسن، ممكن البربريان نروح ليها بصاروخ. في عنا هيلو كلون، فرجيني هلا، ما بين ولا سحر، اذا فهو الكلون ما بين ولا سحر جماعي، بركي بركي بركي. اذا لاعب صيني ياباني كوري ما بعرف، كل شيء بعرفه انه بيحاول جهدي اني اربحه، ولنشوف شو حيساوي لنا ببداية هالمباراة. اذا هيفرن مجهز الصاروخ في حال حط شيء، ما حط شيء. شو هالغلاظة هي، ما في عندي شيء يصد هدول الشغلات. يمكن هذا بيقدر يصدهم الايس جولم اذا نزل صح، يعني هيك طق ايس جولم صدهم، ما صدهم لا والله، صد ثلاث ارباعهم بس ما صدهم كلهم، هذا جاي صدهم كلهم. صاروخ اتوقع انه مستاهل. طيب عندي برق وصاروخ، هاي اخبار كلها جديدة. لافا هاوند وهجمة، شلون بدي صده، شلون بدي صده هذا اللي بعت لي اياه. يا الهي يا الهي يا شباب، كيف بدنا نصده؟ اذا حنبعت هات ونجهز الكلون، وكلون يا حرام، لو الكلون كان متأخر ثانية كان مشي الحال أكثر، كان عملت شيء مرعب. ما بعرف شو عم بيصير، ضعط ضعط ضعط. جيم غريب، جيم غريب، جيم عجيب، جيم عجيب. شوف الطاقات، شوف القواعد، شوف الأشياء. اللي فهمان على الجيم يحكي، أنا ما فهمان شيء، ما عندي شيء ساوي حاليا غير انه يقول انه راحوا توريني تقريبا تقريبا، بس توره هو رايح حاليا. صفيان لاقي حل كيف بدي اخذ له تور اليساري، هيك بدنا نحسبها. انا بس اكل هم الجولم، ما عندي شيء صده. الحل هجمتي هاي تخلص اللعبة، والكلون يزبط هالمرة، زبط الكلون امورنا بخير، او نستفيد من البرق اكتر. طب يلا هاي جوبلين برل من هون، استعمل لوك. اوكي شو هادي، قاعدتي قاعدتي ما لها طبيعية، ما لها منطقية. اثنين جولم، ما عندي شي بس جولم، لا لا ما عندي شي، ما عندي شي. شو بالبرق بدي صده؟ حرام، ما عطوني شيء بسد الجولم، ولا طلع لي خيار بسد الجولم اساسا. اذا الجولم قضى علينا، وكانت رحله صاروخيه اخذنا منها الجوائز، جوائز حلوين بصراحه. قالوا لي بالتعليقات اذا حابين اني ارجع اعمل كونتينيو مره تانية، لانه بوقت صدور هذا المقطع بيكون لسه في وقت اذا بدي اكمل التحدي، اعمل كونتينيو لحاول جيب ال15 وين مثلا اذا بقدر، يكون هو هذا التحدي بحد ذاته. كما كان عمر وين جنوان، سو لايك شير سبسكرايب، شوفوا قريبا ان شاء الله، مع السلامه.